سنتعرف على محاكم الغربان وذكائها الخارق في تطبيق العدالة. قد ثبت علميا أن الغراب هو الطائر الأذكى والأمهر بين الطيور جميعا، حيث أثبتت الدراسات وجود ما يسمى بمحاكم الغربان، حيث يحاكم الغراب فيها من قبل الجماعة وحسب قوانينها العادلة التي وضعها الله سبحانه وتعالى على كل جرم يرتكب. فعلى سبيل المثال، فعقاب جريمة اغتصاب طعام الصغار هو قيام جماعة من الغربان بنتف ريش الغراب المعتدي حتى يصبح غير قادرا على الطيران. أما جريمة هدم العشوش، فإن محكمة الغربان تلزم الجانب بناء عشا جديدا لصاحب العش المهدوم أو المعتدى عليه. ثم انظر معي أخي الكريم للجريمة الخلقية الكبرى، ألا وهي جريمة الزنا والاعتداء على أنثى غراب آخر. تقوم جماعة تنفيذ الحكم بقتل المعتدي ضربا بمناقيرها حتى الموت، وتتم المحاكمة كالآتي: تنعقد هيئة المحكمة في حقل واسع من الحقول الزراعية أو في أرض فضاء. تنعقد المحكمة بهيئتها في وقت محدد، ثم يقوم الحراس بإحضار المتهم وتكون حراسة مشددة. يوضع في الوسط منكس الرأس خافضا لجناحيها ولا يصدر صوتا أبدا. تتشاور هيئة المحكمة، فإذا صدر الحكم بالإعدام فإن جماعة من الغربان تقوم بتنفيذ الحكم، فتظل تلك الجماعة تضرب بمناقيرها حتى تمزق إربا، ولا يقوم أحدا بضربه خلاف تلك الجماعة الموكلة بهذا الأمر. وبعد موته يحفر له قبرا ويوضع فيه صونا لكرامة الموت واحتراما لجثته. وهكذا تقيم جماعة الغربان عدل الله وشرعه في أرضه، فكيف ببني آدم الذين عطلوا حدود الله عز وجل؟ فسبحان الله.